نيجي لتاني عضلة في البوستيريور كومبارتمنت اوف اوف ليج من الديب ماسل اللي هي فليكسور هاليسيس لونجس. طبعا هي 3 عضلات بعد البلانتاريس فوق، فليكسور هاليسيس لونجس والتيبياليس بوستيريور طالع من النص والبيجال فليكسور ديجيتورم لونجس. الفليكسور هاليسيس لونجس قصاد الأصابع الصغيرة الأربع، والفليكسور ديجيتورم قصاد الأصبع الكبير. ليه؟ لأنه بعدك بيتقاطعوا كده. هنيجي نشوفه مسي هسه. دي الفليكسور هاليسيس لونجس المفروض تمشي الأصبع الكبير، هي قاعدة في الفيبيولا تمشي الأصبع الكبير، الأصبع الكبير قصاد التيبيا صح؟ شايفين؟ جات للأصبع الكبير وهي طالعة من شنو؟ من الفيبيولا. أما الفليكسور ديجيتورم طالع من التيبيا وماشية للأصابع، هنجيها بعد شوية. المهم تعرفوا ليه؟ أن الفليكسور هاليسيس لونجس طالع من الفيبيولا، والفليكسور ديجيتورم طالع من التيبيا، والتيبياليس بوستيريو طالع من التيبيا والفيبيولا والإنتروسيس مبرينة بيناتهم قاعدة في النص. طيب بتعرفهم كيف؟ بتعرفهم بالتندون بس. الفليكسور هاليسيس لونجس التندون بتاعها ماسك في البيج تو في الديستال فالينكس او بيج تو. بالنسبة للأكشن بتاعها بتعمل بلانتر فليكشن. بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للجوينت بتاع شنو؟ بتاعت الفينجرز. بلانتر فليكشن بالنسبة للجوينت اوف شنو؟ اوف بيج تو. بالنسبة للإنرفيشن، it is innervated by the posterior tibial nerve. posterior tibial nerve.